صدقني أفر سنة كذب هدي ولي تاعي هي ضد أرانيا ذلك واقعه إنا وهذا نقرش عد يا أركتع عد يجون إلهين أنت كلا الصومالي دي دنا إسن لهين ومشكلة هذا نحر كذب تاعي دولة لماذا ما أنت الصومالي وح كسر أورت أو كلية دور شو يقفل الدورانه وأيام ذا وحكوسة أورتي مد حلال ده بدر الله يسعيش وحكوسة أورتي أوكلية يا بري ما ده حنا قنايا محوق برا يا ماشوا كبح أنت أرين تاس وأرين نقوله تيران وعدكار ما أنت أن لو قد ليلي كريم وسأرين أباهن سوى الجرأة سيد الله قد بحال حيل لقاش غير أرين تأين لصحة أباهن هديك راتو أنا ورد واحد نقول إذا أنا دول دي ماذا كحرام حقيقة واصلة عليس بدن باكي جري دول دي ماذا هذه هذا مركو حرجين يا قولها كان إنه هوس وقلا شعب يهو بقراني وبشارة ما أنت قريه باتي مركا إبرتامين وحبوغا قلي وبلعلوغا هري قريه هاي ديسيسو شركة دا فرجانو أباتمنت ليميتد هذا بالعكس نسمه أقول بالعذران هذه بعد جوب بوري أتكشفت أما بهي وين أدو قبته وحين لو بلنا نسمه يا شاي قاعد تقوله سو شركة دفتر جنو أباتمنت ليميتد أي يدين دياري سي غوري أدو قرحان ونسمه هدو يهين نسمه يقدم بيه دنيا شركة وحاجة كده سيسا غوري كلا دون حافظها كلا إسلي جوجاء بانغاني كاليفورنيا إيه باكلانس وحين مشروع عنكير قلنا ساعة سمدة ذلك كينيا إيه نيروبي غوري هاي شركة نسيسا يا ككوبان أفر قولي يفني صدح قولي يفني يلا بق قولي يفني guri walbo waxa uu diyaarsan packing-kii gawaarida waxaad ka heli doontaa adeegyada aasaasiga sida wiishashka guri walbo waxa uu leeyahay ceelkaasi oo daboolaya baahida biyaha ha ka reebin kamerada CCTV-da taasi oo la soconaysa dhaqdhaqaaqa amniga iyo adeeg waardiyo 24 saac sidoo kale waxa intaas uu sii dheer motorka korontada nadaafadii goobaha jirdhiska iyo halkii caruurtu ku dheeli lahayd kaama iyo xarumo kale oo diyaar kugu ah qaar ka mid ah guriyaha ay shirkadu dhisayso wixii faahfaahin intaas dheer kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqdo بسم الله الرحمن الرحيم نحن كحجين كدولة بنتلان قدوميها يلبد كحجين قلها وكيلة قدوميها يكحجين كمحكمة السرع قلها يا شكل الدول قلها وزيرها قلها كرسوركا قلها وكيلة يدمان هو الوضع ندى هلك الجوغة دمان تيم بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رنتي وحاس رفوي نوع ما أنت كلن كان مهمة دولة دولة بنتلان ولغو جهينا يوم شقادة مدحلات كان شنطة سنة سو صعوتة وقندقي سوية هاي سيدي أي بنتلان سوى دجرة وام بقادي لهاي دي يدو قلياش هذا kala duwan oo shaqooyinkoodu kala gidsan yihiin hadana isku midka ah sida isfaham uga yeelan lahaayeen in la helo qorshe hufan oo xukuumaduna fulin karto golaha wakiiladuna uu xisaabin karo oo horjoogteyn karo golaha wakiiladuna ay garsoorka dhibaatooyinka dalka ka soo baxa saldhigga u ah ay ura socon doonaan sidii ay halka uga ambaqaadi lahaayeen runtii fursadan sida la sheegay waxaan u deyn doonaa doodaha saddexda maalmood ee soo socda qorshayaasha ay soo bandhigi doonaan wasaaraduhu doodaha ka dhasha aragtiyaha iyo qorshayaasha ay soo bandhigi doonaan golayaasha kale ee golaha wakiilada iyo golaha garsoorka waxaan rajaynayaa hadii ilaahay inuu ka soo bixi doono qoraallo ama warbixinno saldhig u noqon karta shaqo hufan oo mustaqbalka dowladda tani ay fuliso saad ogtihiin waxaan u maraynaa marxalad u baahan in si foojigan loo diiradda loogu saaro waxqabadka dowladda oo ay ka durjunto baahida bulshada tan Puntland muddadii ay jirtay waxay soo martay heerar kala duwan maraaxil kala duwan waxay maanta joogtaa marxalad la rajaynayo in qaybaha ugu muhiimsan xoog la saaro
بناء على إن تقول يهاي إن لو أديكو أهرب مرة جارسيو مرة دمانو لكن وحيابها أقوين ومرحلة حكومة ده لجرب يدولة المدحلات كان سدى أنا نواركو وحيتها إن حوق الله صاروا سدى الله لي لها دولة كردستان إصلاح حسابته دولة كردستان كفنان يكرتي دولة له قرشعد ودويلو هنا يقران كران يقون يقانان ماشي والسعودان فنتي مدحلات كان مدحلات كهور ريي سيدا نوكالاتا يي دولة دوحي يالطي برنامج كان لمده أو لكن مركا كهير هو سيي وحال لغا هلت فائدة بدن مركي ديبلوم من الحصده وحال لديه كراهر ومركي بلارنا يلقاري وحاصل لقواها جهيد قرشهاس وحوس هل النادي وزيرده قامنا وزارده ده إنه يقانان توبيها يماشى أي كوه قامنا يان حلك أي أمضوها يعني وزارده ده وحيها يستمر سيال عد عد وصند والبا إنت أي فلين كران يعده وحا يدنا حفيز كما دحتو يدي هرودين ودادو إي كوكور جوكتين عير إنت أن لقارن بارلمانك qorshayaasha sidii u fulaya caqabadaha ka dhalan kara waxyaabaha u baahan in la iska kaashado sidoo kale golaha baarlamaanku wuxuu mar walba xukuumadda la wadaagay inuu u soo gudbiyo khaasatan xafiiska madaxweynaha wixii uu ku arkay marka uu sameeyay korjoogtada wasaaradahaas waxa u baahan in laga saxo waxa u baahan in dhaliilaha in la toosiyo iyo waxa u baahan in lagu bogaadiyo walwadaanadaas wasaaradaha hawsha ay qabteen ee runtii waxaan rajaynayaa maanta inay ka duwanaan doonto oo ay bulshada reer Puntland ay arki doonaan marka golaha qorshahaas uu dhamaado wax qabad muuqda oo la tilmaami karo meesha uu socdo iyo meesha uu ka yimid kelmadeedu waa furitaan waxaan dhowri doonaa qorshayaasha wasaaradda waxaan qayb ka ahaan doonaa doodaha waxaan ugu dambeyn isla qaadan doonaa qorshaha halka ka soo baxa oo noqon doona kii aad ummadan ku hoggaamin lahaydeen annagana aanay nagu xisaabin lahayn annagana nagu xisaabin laha iskorjeegtoontu way heerar kala duwan tahay wasiirku wasaaradda iyo golahaas wasiirada ee wasaaradda jooga waxay kormeeri doonaan horwadeenada ka hooseeya siday shaqada u fuliyaan madaxtooyadu waxay la socon doontaa wasaarad sida hawlahaas u fulaan golaha wakiiladu wuxuu la socon doonaa adeegii la soo bandhigay bulshada siday u gaartay waan uga mahadcelinayaa runtii hadalkii ay halka ka jeediyeen ee guddoomiyaha maxkamadda oo faahfaahin ka bixiyey wixii u qabsoomay iyo qorshayaasha ay dabacsan yihiin iyo hadalkii guddoomiyaha golaha wakiilada oo runtii si cad u sheegay waxaana laga sugayo oo ah qorshe cad oo halbeeg leh oo la akhrin karo oo dhammaan geyiga Puntland si siman uga socdo u qaybsan waxaan rabnaa iyadana muddada halka la joogo inaan dib u qiimeyno riboorradii laga qoray shantii sane la soo dhaafay khaladaadkii dhacay oo aan wax ka barano si marxaladda cusub aan uga gungaarno sidaan hore ugu marin lahayn wixii naga khaldamay saan u sixinahay hay-adaha dowladda marka laga tago saddexda hay-adood ee garsoorka iyo fulinta iyo golaha wakiilada oo si siman inay u shaqeeyaan la rabo haddana golaha xukuumaddu waa hal jiho oo la rabo inay si siman ugu wada dhaqaaqdo wasaaradaha halka lagu cayimay waxaa lagu saleeyay baahiyaha bulshada ee shaqo ay u baahan yihiin laakiin wasaarad kasta deegaan kasta way u baahan tahay maadaama ay sidaas tahay waxaan rabaa waxa soo baxaya oo la tiigsanaya inay noqdaan wax isku mid ah oo jiha mid u wada socda dabcan arrimahaas waxaan rajaynayaa in laga dheehan doono xukuumaddan oo aan rajo weyn ka qabno marka la fiiriyo dadka hogaaminaya wasaaradaha inay la imaan doonaan qorshayaal cadcad oo aan rajaynayno inuu noqon doono wax muuqda oo la rajaynayo bulshadu inay si sahlan ay u xisaabiso arrimahaas markaan inta uga baxo waxaad ogtihiin
مرحلتان ay Puntland ku jirto ee runtii qorshaheeda ugu weyn waxa weeye waa in la helo dawlad waxa ay qabanayso ay cad tahay waxa dawladdu u qorsheysan inay xoojiso isla xisaabtanka waxa dawladdu u qorsheysan inay la timaado qorshayaal dahfuran waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay idan ka dhigo inay hay'adaha garsoorka حكومه دحدهد وها غرسور او اه وها وي وا هيئه ما من وناقه هي هيئه هانت دوك وان رجين انه ان شقوين كي قبن جيرين شقوين كبلارن اي قبطان وان رجين دون هدي لا هيدمو اسل حساب تكون وقت كادو قرشياش الدوله دون على عدادان طبعا وحيابها مهم جوا وها وي سي اديغاس فن لو قبطو انو باهنا دخل يسكر لو قادو dakhliga dalka dakhliga si gor loo qaado wuxuu u baahan yahay in la helo ila dhaqaale oo cusub oo ugu muhiimsan yihiin sidii khayraadka dhihin ee dalkeenu leeyahay looga manaafacsan lahaa dabcan awooda maalgashi ee bulshadeena leedahay ama ha ahaadaan kuwa gudaha jooga ama kuwa dibadda ha jooga ha ahaadaan ama dalalka kale iyo dowladaha kale ee danaynaya inay dalkan maalgashadaan in loo helo qorshe cad oo lagu gaari karo ila dhaqaale oo cusub oo abuura inay cashuurtu korodho dakhliga uu bato si adeeg uu hufnaado dabcan caqabadaha uu weynaa haysta waxa weeye ma aha xukuumadda tan iyo dawladdan inay garan laadahay waxay rabtay inay dadkeedu qabato laakiin waxa mar walba dadku uu iska indha tiraa ama uusan soo saarin inta badan xukuumaddu ma waxa qabato waa la yiraahdaa laakiin awoodda dhaqaale ee waxyaabaha lagu qaban karo aqoonta waan haysanaa dhulkii lagu qaban lahaa waa haysanaa dadkii loo qaban lahaa waa haysanaa dhaqaalihii lagu qaban lahaa dalku ku dihan yahay oo ku jira marka meesha wax iska qaban lahaa waxa weeye inaan helno dhaqaalaha ilaaha dhaqaalaha inaan kor u qaadno si dakhliga dawladdu ay ku shaqeynayso kor ugu kaco oo adeega laga fili karo loo helo arrimaha sidii la isugu dheelitiri lahaa dadka halka fadhiya laga rabaa ummadda tan Puntland inta halka joogtay oo wakiilata howlaha noocaas in ay baahidooda sheegaan xaq bay u leeyihiin inay wixii ay u baahnaayeen haddii heli waayaan ay ka cawdaan ama dhaliil ka soo gudbiyaan xaq bay u leeyihiin laakiin waxaa laga rabaa dawladda waxaa laga rabaa baahida dadka inay ka jawaabto wixii ay gaari weydo inay si sax u sharaxdo iyo waqtiga ay rabto inay ku gaarto iyo duruufaha haysta inay sharaxdo dabcan hay'adaha dawladdu marka halka la joogo ma kala duwana mid walba muhiimad gaar ah leedahay mid walba gaarkeeda iyo waqtigeeda ayaan siin doonaa duruufaheeda si u sharaxi lahayd iyo sidii ugu gaar lahayd dabcan shirkan wuxuu kaga duwan yahay shirarkii hore wuxuu ku soo beegmay waqti adag oo dowladda Puntland ay qaadato go'aan ah in ay danaheeda qabsato inay xoog saarto inta laga helayo Soomaali is ogol inay awooddeeda ay geliso siday dadkeeda ay ugu adeegi lahayd arrintaas waxaa laga fadhiyaa isku tashi adag waxaana laga fadhiyaa sidii aan horumarka u gaari lahayn waxaan sidoo kale noo laga fadhiyaa dhaliilaha ka jira guud ahaan dalka sidii aan qaybta munaasabka u ah xal u raadinteeda aan qorsheheena ugu darsanahay dabcan dalka Soomaaliyeed ilaalinta midnimadiisa wadajirkiisa walaalnimadiisa waa waajib dastuuri oo dadka reer Puntland saaran xukuumaddan iyo golayaasheeda kaleetana saaran waxaan u baahanahay arrimaha noocaas ah ee siyaasiga ah doodo saxa in laga yeesho dalkan waxa uu ku siximi karaa keliya in si siman oo wadajir ah looga wada xaajoodo arrimaha dhabta ah kuma filna oo keliya dad kooban danahooda inay ka heshiiyaan waxaa loo baahan yahay doodo saxa oo caafimaad qaba oo qaybaha kala duwan ee bulshada ay ka qayb galaan oo lagu soo afjaro dalkan siduu nidaamkiisa dowladnimo u ekaan lahaa 30 sano kadib markii dowladdii dhexe ay burburtay in wiili lagu murasan yahay ama la isku fahmi la'yahay sida dowladda Soomaalidu u ekaanayso runtii waa ayaan darro mujtamaca Soomaaliyeed haysata 34 sano kadib
هدي ولي تاعي هي ضد أورانيا ضلك واقعو إيرنا وهذا نقرش عد يأركت عد يجون إيرلهين أنت كلا الصومالي ديدنا إيسن لهين ومشكلة يدنا حرك هذا تاعي وحنو باهنا هاي ضدك الصومالي باخر كودريا إن لا نبت له الوجه حقيقة للدوره دولة لماذا ما أنت الصومالي وحي كسر أورت أو كلية دور شو يقفل الدورانين وأيان ده وحكوسة أورورتي مدة حلال ده بدل الله يسعيشته وحكوسة أورورتي أوكلية يا بري ماذا حنا قنايا محوق ورا يا ماشوا وقبح أنت أرين تاس وأرين نقوض التيران وعدقار ما أنت أن لو دليل كريم وسأرين أباهن سوى الجرأة سيد الله قبح الحين لقى الشقيق دلك الصومالية رنتي وأن كعر علينا من نمذ ومقدس وذا جرك واسدا لكن هذا الشقق هو جهان الرنتاس سيدي دت كان ليش جزء دوين لها آدم موقت وحاب المغنيسة دتك الصومالية سيدي لوكال إردين لها أي آدم مغنيس مسؤولية داس وحبا عندها هاي إن ليش كل حسابتهم بالشدة الصومالية واي دالين وحونا أكسن مددي قدام يدقوها دكما صور دعين بلشدة بدن كيدونا وحي يدونا لقب ستي أرمها النوعاس فحانا هذا وحو ما هي بلشدة الدونك بلشوينك وحسحة وليبا وحا وحسحة ضدك إن دارقرتك وادقرانا يسان وحا هذا مرايك كالسعودة إيه ودامضة يوروب دولدوه دي وحا آد وغهري من جامعة ديه والربائنا إليهن أرمها سوا خلديهن دلك سيدة هلقد دايو فلسطين سيدة هلقد دايو وأركتي عض وبنانك تعالى ضدك الصوماليات وحادواتها ضدك دلني رضها يرجعتك نوالبو حلد وبيها من غير كيسة دجان كيسة فعن هلق تجعلان لها ضدك غير بنتلان إن أركتي ذا عصب دولة ده كل حساب تمايات ووحا اي كو سحسينيهي نسي موضوعي او علمي او تاغيري لهايين وحيابها اي كو خلديهينا سي موضوعي او علمي اي وصو برنيق لهايين هدي كدق عديقان وحيابها او برنان اينا مركاز مضاهرات يدا اي صو برنيقان وحان هالك كعدينا يا عيد كستا او رأي او هايس دولة دبنتنها ديار وحان اونا هاينا نديقيسنو ديار وحان اونا هاينا نمقلنو هدي وحا اي تبيان انا قبن كرينا انا اوصرح لسببها وقبن لعنا طبعا اوود دين لو يكوابن تهي وان دريمي كرابل شدا وحا بضن بي تبيان مرر بضن له وحا اي قصر دعا تلوين ادو فر بضن لك وحا دو قاتان اوود الدولد ولي ويكوابن تهي وحا سهوا وحيابها تلد اباهم ان لو قدروا فرسمدي لو قال لها تلوين كنو عاس اي كي مادان بلشد انت يتكلت waxaan rabaa ilaahay in gisinaan xukuumada iyo golaha baan u soo jeediyo meelaha u baahan xoog in la saaro wax weey sidii aan dalkan kor ugu qaad lahayn ilihiisa wax soo saarka ugu horeeyaan beeraha xoolaha macdanta kaloomaysiga iyo waxyaabaha lamid oo dhan hadayna dadkeena shaqo u abuurin waxa adkaanaysa umadan inaan si hoogaan dabcan arinta amnigu mar walba oo u dhaxaa meelan amni ka jirin horumarka ma dhici karo waxaan rajaynayaa wasaaradaha amniga iyo kuwa dhaqaalaha iyo kuwa adeega bulshadaba inay halka soo bandhigi doonaan qorshe la taaban karo oo fuli kara dabcan qorshe qurux badan macna gaar sameyn maayo waxaan u baahanahay qorshahaas inuu noqdo qorshe halbeeg leh oo fuli kara awooda dawladdeenu haysato waxay ku fulisaa laba arimood qorshayaasheeda ميزانية الدولة دين وإن جينك دقاجنا يا سيدي شاق الله قوان لها وحكوف لي يا أوكلية سوكد أمنية إيا بحنتا أديقيد أساسي يا مشاهروين كهول وديانا دل كامل ودي لها لكن دخلي دتك وحلو قوان لها إلا حد انت بضم حكي ماذا هيدها عالمي يا دولة ده هديقها بحية لكن حكومة ده وحلو غفر ليا إنه فرط جنال كالات بلشدة قيبه هذا كالدوان عشورة لغا قادة ماهان سيدي لوغا أهل لها دقالة فربادان أهل كاكي مادة ومحون غنى يكاس وإنه دولد دلت مادة قرشيار عد عد وإن كمال قليل يسو
dhalinyarada si wax soo saar kor ugu qaato si dakhligeena iyo miisaaniyadeena kor kor ugu dhaco dabcan miisaaniyada Puntland shantii sano la soo dhaafay koror baa ku dhacay kororkaas wuxuu ka muuqdaa hay'adaha dawladda maalintii kor dhacay ballaarka iyo adeega dawladnimada kor u sii kacay waxaan u baahanahay ilaa idinkiis markuu shirkan dhamaado gabagabadiisa inay ka soo baxaan qoraallo si sax ah loo fahmi karo oo xoogga saara sidii dalkan uu marxaladan hadda jira uga bixi lahaa waxaan shirkan u rajaynayaa guul waxaan u rajaynayaa hay'adaha kala duwan ee halka fadhiya ilaa idinkiis muddooyin kala joogo inay soo bandhigaan wax dadkan aayo u noqda waxaan rajaynayaa inay dadweynaha reer Puntland maanta wixii ka dambeeyay markuu shirkaas soo xirmay ay garanayaan wixii bulshadan ay wixii dowladdan ay ka rabaan muddadii la soo dhaafay intii xukuumaddan la aasaasay waxaa dhici karta dadka reer Puntland inay sugayeen xukuumadda iyo say u tallaabsanayso marxaladii la soo dhaafay shaqadii la qabtay intii doorashada ka dambeeyay waxay ahayd in xukuumad la dhiso in xukuumaddu ay fursad u hesho inay wasaaradahooda xilalka la wareegaan fahmaan howlaha yaalla si ay u helaan aragti cad iyo qorshe cusub markay qiimeeyaan wixii meesha ugu yimaadeen wixii ka horreeyay la qabtay kuna biiriyaan waxa u muuqan kara in la qaban karo wixii hadda ka dambeeya ayaa waxaa la rajeynayaa insha allah waxqabadka xukuumadda ee la qiyaasi karo heerka uu gaaray iyo meesha uu tiigsaday kelmadaydu waa soo dhaweyn iyo furitaan baaqaygu waxa weeye reer Puntland inay midnimadooda iyo wadajirkooda adkeeyaan horumarkooda ka wada shaqeeyaan hay-adaha dawladdu wada shaqeeyaan is-xisaabiyaan oo iskor joogteeyaan golaha wakiilada waxaan ilaahay idankiis u rajaynayaa inuu iyaguna sidoo kaleeto waajibka bulshadooda ka saaran ay gutaan waddo fiican bay ku socdaan waxaan rajaynayaa waddadaas inay noqoto waddo ummaddan u adeegta hay-adaha dawladdu waxaa la rabaa hay-ado is-xisaabinaya iyagoo is-ixtiraamaya hay-ado wada shaqeyn hufan ay ka dhexayso waxaan rajaynayaa inuu noqdo hay-ado aan isku milmin oo aan wax isweydaarsan waxaan rabnaa haddii ilaahay idmo inuu noqdo hay-ado hufan marka shaqada lagu jiro marka shaqada laga baxo dad ehel oo saaxiiba la yahay wixii dadka ka dhexeeya waa meesheeda laakiin xilliga shaqada waxaa la rabaa inay shaqada hufnaato waxaan rabnaa bulshadeena inaan barno shaqada dawladdu waxa ay tahay runtii faham darro badan baa ka jira dawladda iyo waxa laga rabo waxyaabaha aniga runtii aad aan u tabayo waxaa ka mid ah waxaas wasaaradood ee dawladdu qabanayaan dadweynuhu waxba uma arkaan waxay leeyihin adi maxaa noo qabata anaga ii imaanaya marka inay fahmaan war waxa wax qabanaya aniga maaha dadka wax qabanaya waa dadkan waxay qabanayaan waa wax muuqdo in la xisaabiyo u baahan marka culayska ugu badan oo haysta waxa weeye dadkii arigay rabaan inaan wax qabto waxa aan qabanayaa mararka qaarkood marka dadkan tirada badan oo aan shaqada haya waxa u muuqda dad wax kale qabsanaya iyaga ula leeyihiin saasay u fahamsan yihiin baan isleeyahay arrintaa in la saxay u baahan tahay haddii kaleeto annagoo dhan waxay noqonaysaa inaan dowladnimada ka cararno xaqiiqdu waa sidaas culays badan baa ka jira dowladnimada aada iyo aada marka waxaan rajaynayaa golaha kan inuu hoos u galo oo bulshada naftarkeeda qaybta ku saabsan tacliiminta bulshada civic educationka meesha waa ka maqan yahay ilaan qofku eeg male haddaan wixii jira loo sheegin marka arrintaas aada u adag tahay waxaan kaloo ka digayaa hay-adahay dawladdu hadday u ekaadaan hay-ado reeraheennu qaybsadeen iyadana waa mushkilo kaleeto oo wasiir walba markuu meeshiisa tago uu yidhaahdo intuu dadka fiiriyo dadkii anigii soo doortay halka kuma jiraan sida wararka mararka qaarkood dhici jirta hadda ma dhicin baan filayaa iyadana shiddadeeda leedahay waxaan rabnaa dad wada jira iyo howlwadeenno ummadda u sugan inay dhacdo dabcan shaqada iyo fursadaha in loo sinaabo meeshay ku jirtaa waxaan rajaynaynaa habka shaqo qorista inaan dib ugu noqono waxaan kaloo rajaynayaa habka dawladdu u dhisan tahay inaan dib u eegno waxaan rabnaa ilaahay idankiis oon halka rabaa inaan ka sheego markuu shirkan dhamaado guddiyaan samayn doonaa dib u qiimeeya hay-adaha dawladda shaqaalaha dawladda dabcan dulmi badanaa ku dhex jira sababo kasta ha ku yimaadee wuxuu u baahan yahay isku dheelitirka in dib loo eego waxaan rajaynaynaa bulshaduna inay waqti na siiso annaga ruuxaddeenna waxyaabaha uga shaqeeyo iyadoo tii hore khaldan tahay haddii culays kale nala saaro khaladkii khalad lagu saxo
يدلك خطر بكجرا يا مستقبل كسوع على نفسه برجو عنو باهناي شنطان صارين النقطة مرحلة دي اللي سوء أفجراي ندام كدولجة الشرعية كل سنة إن شنطان صار النقطة إلى هذه الكرجينة وهو عوحي كذب بيا دولة كوشا قيسة سيد الدولة ده أدون كوشا قيان شرعي نظام يا كلا دبين يا قرشيال عد عد واللي يقارنه وضد كه والوضع نضع هو ضد إبسوم مريان يا سيد اللغات عديه مركا على سيد الجروان دريمية ظروف تضد كه كجروان دريمية لكن هذا نوع عم باهنا هاي ماله والبقينا طلابه هروقا شل شل بأهي ما أنت وما أنت بريئنا تيكسن مركا هرو مركا عزنا وحقوق إيمان كراك هلية ووضع شقين إيه ودجر وحان أرجينا يا دمان ددك الصومالية تقول وحان أرجينا يا هرمر وحان كحما هي مرحلة دا أدايا دلكي نكجرا وحان رنتي آد إيدي بيسا إن من حبابين تهوغان كدلك كسعود وحان ألك روانان كعبد أيو وحيابها قولها وضتشي غرنك كسعودة وحبنت الله أي قيب كتاهي ماه وحي رالي كتاهينا ماه لكن انت أعوضها في الماء وحان رجينا يا بلشدة الصوماليين عندها الفران إيو قرصو ريال نقضاء وحان دي دنها ووحادة صعودة كالهات وحاس أمد مثل حد يدى الغمهي لك وحان باها النها قول ياشد دولده قامنا إنه مضال النوع عن انتي سوي مادان لقو دقيب قليل دمان داتك او ورعد لقى سوصار دور قف بو آنا اي سوصاران او آنا رمتي مركاز كترجمين برشادة الدران كيار وحاوي وقتك ام بيسي ديا ديليسا وحان رجينا يا انو عقلي قطليو وحان رجينا يا انو دادكاني سي الصحة او اباران حالا داها مروكسان اي دالك كجرة دالك يا انو عريس بدن باسارا قبل كقودهان دباتا كجرتا يمن ودرس كيرنا وضعكتا واحد كسعودة واحد بضيها اني كسعودة وضعر كيسان واحد دقان كي كسعودة وضعر كيسان حالو فينتر القوضة واحد دلن يرادة اني كسعودة وضعر جيدان واحد دقان نبضان او صومالي امان درادة كجرس وضعر ريميسان كلمان دوانان تددك صومالي ادناش اي قارت وضعر جيدان ظروفها كالدوان ادل كيرنا كجرة واحد لسي ايقان كرماه بنتلان واحد ان شاء الله بلن واحد إني نكي تيس الدريالا توكر كود راليري إني من نمضى يود جرك بنتلان لات كيو هدف كي نكوادين النقطة سدي عدد وهي دولدة بنتلان بعد جواب كدولدة الصومالية إني سكت دارين يدو إني سس حقو تمام عاد فض وإنه كسر دارن وبهنن وحنو بهنن يصير حساب تنك جذهن يو يصير حساب تنك تدك كله وحنا قد حيان لا بضبة وحن رجينا يا رماها سينا النقطة أنا رموها أنا قدرن سس من aanu eegno ugu baraarigno hadal badan maanta ma harin waayo hadaladeen wuxuu bidnaan doonaan doodo iyo shaqooyin qayb qaybsan waxaan noo wada rajeynayaa guul waad mahadsantiin wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh